يعتبر معرض وملتقى أكاديميا واحدا من أهم الملتقيات في مصر لتعريف الطالب المصري على أهم برامج ومناهج أكبر الجامعات الدولية والمحلية في العالم. معرض أكاديميا من المعارض المتخصصة في التعليم في مصر، معرض بيتعمل سنوي. احنا كالجامعة البريطانية في مصر اشتركنا فيه كذا مرة، وده شاركنا فيه سنة دي برضو. المعرض ده اللي بيميزه ان بيجيب كل الطلبة من جميع انحاء مصر وطبعا من جميع انحاء العالم. في جامعات كتير شاركت معنا النهاردة، ويعني كان الايفنت ظريف جدا، لان طبعا في مدارس كتير جت زارتنا من كل حتت في القاهرة، وجم طبعا خدوا فكرة عن التعليم عندنا، وطبعا بنحاول على قد ما نقدر ندي فرصة للطلبة ان يبقى عندهم فرصة تعليم متميزة وتليق طبعا يعني ببرا، لو حابين طبعا يكملوا برا او يدرسوا برا او يكملوا شغلهم برا. يعني الفكرة في الاساس ان احنا ان هو ملتقى بيوفر يعني فرصة انك انت في خلال يومين او ثلاثة تشوف كل الجامعات اللي بتقدم برامج مختلفة سواء من مصر او من برا مصر. وفي الاساس يعني هو ملتقى دولي، يعني بيجذب جامعات كتيرة جدا من برا مصر، من اماكن بقى اوروبا مثلا، اسيا، أمريكا، إن هم ييجوا. ودوت هدفه الأساس التعريف الطالب المصري والشباب المصري بإيه أهم التخصصات برا. يعني في حاجات كتيرة جدا، برامج بكالوريوسات أو مجالات تخصص زي مثلا مجال التصميم على سبيل المثال، أو في مجال الهندسة والأركيتكتشر، أو في مجال الجيمينج اللي هم بيعملوا برامج زي البلاي ستيشن والحاجات دي. ده بقى في تخصصات كاملة بتركز عليها، ما بقتش بس تخصصات فرعية. وبالتالي احنا يعني هدفنا الأساسي نحن نجذب لمصر جامعات دولية تقدر تيجي وتعرف الطالب بمجالات التخصص دي، سواء راح درس برا أو قدر يلاقي المرادف ليها في الجامعات الخاصة المصرية أو المعاهد العليا المصرية.